ثاني أنواع الصداع هو صداع الشقيقة أو الصداع النصفي. الصداع النصفي هو صداع أساسي وصداع مزمن وحميد لكن مؤلم جدا لصاحبه. هو ثاني أكثر أنواع الصداع شيوعا بعد الصداع التوتري. أكثر من ثلثي الحالات تصاب بها النساء. يكون غالبا في جهة واحدة من الرأس، يا أما اليمين يا أما اليسار، وتكون مثل هذه الصورة. وعادة يستمر الصداع من 4 ساعات إلى 72 ساعة، ولكن ممكن أن يستمر إلى عدة أسابيع. وممكن أن يسبق هذا الصداع هلوسات سمعية، هلوسات بصرية، وهذه الهلوسات تحدث لأكثر من 20% من المرضى. إذا كان عندك تاريخ عائلي، يعني أحد من أفراد عائلتك مصاب بالشقيقة، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالشقيقة من الأشخاص الآخرين. زين، شلون تشخص صداع الشقيقة؟ أكو تصنيف يقول أقل شيء لازم تتوفر 2 شروط من الشروط التالية، اللي هي ألم في جهة واحدة من الرأس، ثانيا أن يكون الألم نابضا، ثالثا أن يزداد الألم بالحركة، رابعا أن يكون الألم متوسط إلى شديد. يعني إذا توفرت شغلتين على الأقل من هذه الشغلات مع شغلة واحدة من الشغلات اللي راح نضيفها بعدين، فهذا هو صداع الشقيقة. يا أما غثيان أو تقيؤ أو رهاب سمعي أو بصري. ما العلاج؟ فيجب زيارة الطبيب لإثبات الحالة واستثناء الصداع الثانوي الذي ممكن أن يكون أخطر من الشقيقة ويسبب الوفاة. حياكم الله وعافاكم، وأهلا وسهلا بكم.